الثقة بالله. وكيف ثقة المؤمنين بالله عز وجل؟ ماذا تظن أن يفعله الله عز وجل في التوحيد؟ ماذا تظن أن يفعله الله عز وجل في السنة؟ ماذا تظن أن يفعله الله عز وجل في حملة دينه وقدام شريعته؟ فالثقة في الله والظن في الله، على الله رزقها أي لا على غيره، فالله هو الذي ضمن به. خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن إب، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كلامنا في هذا المقام المبارك عن الثقة بالله جل وعلا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وفي رواية قال: فليظن بما شاء.
وقال في رواية: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والمراد من هذا الحديث أن المسلم يتوقع أن الله عز وجل لا يفعل به إلا الخير، وإذا توقع أن ينزل الله عليه الشرور أنزلها الله عليه. إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فأحسن ظنك بربك عز وجل، فالله عز وجل رحيم بعباده، لطيف بعباده، كريم واسع المغفرة. فعوذ نفسك الظن بالله ظنا حسنا. وبناء على ذلك ستكون ثقتك بالله جل وعلا عظيمة، أن يحسن من حالك وأن ييسر رزقك وأن يكفيك همومك. وأن يعمل لك كل خير، ولكن لا بد أن تحسن من حالك. فالذي يرجو أن يحسن الله إليه فليحسن. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويفعل المسلم الأسباب الجالبة لرضا الله ولرحمة الله جل وعلا. أما أن يرتكب من الأعمال والأقوال ما يجلب عقوبة الله ثم يرجو أن يجازيه الله بالإحسان، فهذا خلاف سنة الله عز وجل في خلقه. أيها المسلمون، الثقة بالله جل وعلا نهج المتوكلين على الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا توكلت على الله فهو حسبك، ومعنى فهو حسبك أي فهو كافيك. إذا توكلت على الله عز وجل كفاك. ولنضرب لذلك بعض الأمثلة، فمن ذلك ما جرى لنبي الله إبراهيم مع زوجته هاجر يوم أن وضعها في مكة تحت شجرة في موضع زمزم الآن،
ومعها قليل من التمر والماء، ومعها ابنها إسماعيل وهو رضيع، ثم تركها وانصرف. فهي تنادي: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنيس ولا شيء؟ فلم يلتفت إبراهيم، فأعادت عليه الثانية والثالثة، كل ذلك لا يرد عليها بشيء. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فثقة إبراهيم بربه وقد أمره بهذا لم يجعله يلتفت إلى حنان الزوجية ولا حنان الأبوة أمام طاعة الله عز وجل، وهو واثق أن الله عز وجل جاعل مخرجا في ذلك، ويسر الله عز وجل المخرج بأن أنبع ماء زمزم وأنزل إليهم قبيلة جرهم. والشاهد من القصة ظاهر في الثقة بالله جل وعلا. مثال آخر: ما جرى لأم موسى حين قال الله لها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فصنعت صندوقا صغيرا تضع فيه ابنها موسى وهو رضيع بعد الولادة، وتضعه في البحر تتلاطمه الأمواج ويغيب عن الأنظار، فإذا احتاج إلى اللبن أرجعته الأمواج حتى ترضعه. لولا أنها واثقة بأمر الله جل وعلا وأن الله عز وجل قد وعد بحفظه وأن ذلك كائن لا محالة، ما كانت لتفعل ذلك. فهكذا حال المؤمنين في ثقتهم بالله عز وجل. مثال آخر: ما جرى لنبي الله موسى عليه السلام وهو على شاطئ البحر وقد لحقه فرعون ومملكته بأسرها بجميع جيوشه، ونبي الله موسى وقومه على ساحل البحر؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فالبحر من أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، يعني سيرشده ويدله عن حل يجعل الله فيه نجاتهم، مع أنه في نظر الناظر ليس هناك مفر وليس هناك ملجأ، ولكن الله على كل شيء قدير. فكانما قد علمتم من أمر الله له أن يضرب البحر بعصاه، فنجى الله موسى وقومه، وأهلك الله فرعون وجنوده.
فلهذا لو كنت في ضائقة كسم الخياط لجعل الله عز وجل لك مخرجا. فالمقصود أن تثق بالله جل وعلا. مثال آخر: ما جرى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الغار مع أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقد خرجت قريش في طلبهم ووقفوا على الغار، فأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هكذا ثقته بالله جل وعلا. فالله عز وجل هو الذي سيره وهو الذي أمره أن يدخل في ذلك الغار وهو الذي وعده أن ينجيه من قومه وأن يتم له هجرته. فالثقة بالله جل وعلا جعلته يقول لأبي بكر الصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فنحن في أمس الحاجة إلى إصلاح قلوبنا وإصلاح إيماننا ليتم لنا أن تكون قلوبنا مهيئة للثقة بالله عز وجل. وكلما زادت طاعات العبد قويت ثقته بالله، وكلما كثرت المعاصي ضعفت ثقة العبد بالله. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الناس يتعاملون فيما بينهم بالثقة، فلو أن عنده أمرا من الأمور في قضايا مال أو غيره أو وعد من صديق يقول أنا واثق بفلان أنه سيفعل لي كذا وأنه سيعطيني كذا، وربما وعدك معتمدا على أنه على ثقة بصديقه أن يوفر له مطلبه، فكيف إذا كان الأمر بينك وبين الله عز وجل؟ فالمطلوب أن تكون الثقة بالله جل وعلا أعظم من ذلك. يا مسلم يا عبد الله، كل منا لو سئل سيقول إنه واثق بالله جل وعلا، ولكن لا بد من تحقيق ذلك واقعا. فالله عز وجل ضمن لك رزقك
فقال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم على ذلك فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كثير من المسلمين يتعاملون مع الله عز وجل في مفهوم هذه الآية تعامل الأطفال مع أبائهم. يقول له أبوه: سأعطيك هذه لتكون حلوى أو غير ذلك، فيدع أبوه يدع أباه يغفل فيسرق منها. يا بني والله سأعطيك منها، يدعه يغفل فيأخذ منها. فالله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فترى كثيرا من الناس بعد الوعد من الله عز وجل يتعامل بالغش أو السرقة أو اختلاس أموال الناس بالباطل أو الكذب أو الرشوة أو غير ذلك. يسمع القسم: فورب السماء والأرض إنه لحق، ومع ذلك يكرر ويستمر. لماذا تكرر المعصية في جلب الرزق وقد أقسم الله لك أن يعطيك رزقك حلالا؟ فلما ترتكب المعصية من أجل الرزق؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يقول: أنت واثق أنك تنطق؟ كما أنك متأكد أنك تنطق فكن متأكدا أن رزقك مضمون. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فعلى الله الرزق، وقدم الجار والمجرور على الله رزقها أي لا على غيره. فالله هو الذي ضمن الرزق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. فقد ضمن الله عز وجل الأرزاق، فالذي عنده ثقة بالله عز وجل يريح الناس من شره. لو وثق الناس بالله عز وجل في قضايا الرزق لاستراح بعضهم من بعض، وهل انتشرت في الناس الخيانة والكذب والرشوة والغش والخديعة وغير ذلك؟ هل انتشرت إلا حين ضعفت ثقة الناس بالله جل وعلا؟ سلم أمورك لله جل وعلا، ابذل الأسباب المشروعة، ثم بعد ذلك يكتب الله عز وجل لك ما يشاء. فلن تموت إلا وقد أخذت رزقك كاملا، لن يبقى من رزقك شيء.
ليكن عندك ثقة إذا كنت تريد الزواج. يقول الله عز وجل: فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا وعد من الله عز وجل أنه يغنيك من فضله، فابتعد عما حرم الله، ابتعد عن الزنا والفواحش، فالله وعدك أن يغنيك من فضله. هذا إذا وثق الإنسان بالله عز وجل فأمرهم بالعفاف. وهكذا معشر المسلمين، حسن الظن بالله عز وجل والثقة بالله عز وجل في حفظ دينه مهما تكالب أعداء الله عز وجل ومهما تآمر أعداء الله، فالله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه وعود من الله عز وجل. فما هو الظن في الله عز وجل؟ وكيف ثقة المؤمنين بالله عز وجل؟ ماذا تظن أن يفعله الله عز وجل في التوحيد؟ ماذا تظن أن يفعله الله عز وجل في السنة؟ ماذا تظن أن يفعله الله عز وجل في حملة دينه وخدام شريعته؟ فالثقة في الله والظن في الله أنه حافظ دينه وحافظ التوحيد وحافظ السنة وحافظ حملتها، هذا هو الظن في الله عز وجل. والثقة في الله عز وجل في ذلك أن يتحقق. هكذا حال المؤمن، أن يثق بالله عز وجل. لا تظن أن ينتصر الشرك ويسقط التوحيد والإسلام، فالله عز وجل ناصر دينه في جميع الأعصار والأمصار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا وعد من الله عز وجل لحفظ دينه وإظهار حملة شريعته وتأييدهم ونصرهم في جميع الأزمنة والأمكنة. يا معشر المسلمين، إنما هذه لفتة نظر إلى الثقة في الله عز وجل، والمؤمنون المسلمون سائرون على ذلك. الزارع يحرث أرضه وليس هناك أمطار واثق أن الله سيسقي بذرته تلك، ويعلم أن الله عز وجل رحيم بعباده ويرزق عباده، وهذه سنته في خلقه. فيكون المؤمن على ثقة بالله جل وعلا في جميع أموره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.
وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.